السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. وصفتنا النهاردة لذيذة سهلة، ما بتاخدش وقت خالص، وطعمها تحفة جدا جدا. هنعمل مع بعض حواوشي الفراخ. معايا نص كيلو من صدور الفراخ المفرومة، معايا طبعا بهارات هقول لكم عليها وانا شغالة، وطبعا فلفل الوان وبصل، ومعلقتين من السمنة البلدي، وطماطمية مبشورة، ومعلقتين من الدقيق، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هي دي كانت معلقة كبيرة، فانا خدت نص، يعني هي تبقى تعتبر معلقة صغيرة عشان تخلي كده الحشوة هشة كده ومنفسة مش مكتومة. البهارات بتاعتي عباره عن ايه هقول لكم دلوقتي. انا حطيت في بوله كبيره صدور الفراخ والبصل والفلفل، وحطيت ملح وفلفل اسمر وكاري وكركم، ثوم بودره، بصل بودره، قرفه، جنزبيل، بهارات فراخ، مكعب مرق ممكن تفركيه معاهم، وحطيت معلقتين الدقيق والبيكنج باودر، وكمان معلقتين من السمنه البلدي. طب ليه سالي حطيتي معلقتين سمنه بلدي وليه حطيتي دقيق؟ انا حطيت معلقتين السمنه البلدي عشان دي كانت صدور مفرومه، فالصدور احنا عارفينها بتبقى ناشفه، ما فيهاش نسبه دهون، فعشان الحواوشي بتاعي يبقى طعمه كده جوسي ويبقى حلو حطيت معلقتين السمنه البلدي. ممكن انت تفرمي صدور مع اوراك، ممكن تعملي اوراك لوحدها فمش هتضيفي السمنه البلدي، السمنه يعني، لكن لو صدور بس زي ما انا ما عامله كده يبقى هتضيفي المعلقتين السمنه البلدي، هتطعمها وتدي لها تطعيمه حلوه وتخليها تبقى جوسي وهي لما تيجي تستوي في الفرن او سواء على الطاسه كمان من فوق. طب المعلقتين دي ليه؟ انا حطيت البصل وحطيت فلفل وحطيت طماطم، فاكيد هتنزل سوائل، فانا عشان العيش بتاعي ما يبوش او ما يعجنش من الميه اللي نازله من الخلطه حطيت معلقتين دقيق هتسحب اي سوائل موجوده في الخلطه. بس كده جهزتها وسبتها شويه خدت وتت مع بعضها، رحت جايبه بقى العيش بتاعي وحشيت. تحشي بقى العيش بتاعك زي ما تحبي، بتحبي وسط، بتحبي قليل، بتحبي مليان قوي. انا عن نفسي بحب الحاجه وسط، يعني الحشو بتاع الرغيف الحواوشي اللي حشو المعقوله اللي هي كلها لحمه ما تحسيش بطعم العيش، او هي هتبقى فاضيه بتاكلي عيش حاف، تمام كده. بس كده هسوي بقى كله، يعني هعمل العيش بتاعي افرده كويس في قلبي الخلطه، وهجيب الصينيه او لو صاجه تحطي فيه كل الكميه، هدهنه دهنه من السمنه بتاعتي دي، واحط على وش الرغيف بتاعي، وهسوي في السقف اللي هسوي كام واحد كده في الفرن، وهسوي كمان على الجريل فوق على عين البوتاجاز. طب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ بتاع عين البوتاجاز بيبقى كريسبي، سوري الفرن بيبقى طالع كريسبي ناشف، عين البوتاجاز بيبقى فيها كده سن الطراوه مع سن الطحم، يعني سن قرمشه كده حلوه مع سن الطراوه كده، وانت بتاكليها ما بيبقاش ناشف قوي زي بتاع الفرن. فانت لو عايز تعملي في الفرن وعايزاه يبقى طري شويه هتطلعيه تغطيه شويه، عايزاه ناشف زي ما هو كريسبي كده يبقى خلاص هتسيبيه من غير ما تغطي. بس انا حتى حواوشي اللحمه بحب اعمله ليا على في الطاسه على عين البوتاجاز، بيبقى تحفه جدا، بحبه قوي كده بصراحه. طلع من الفرن زي ما انتم شايفينه، حطيت له بقى فحمه وعليها بقى معلقه من السمنه دي، واغطيهم بقى ياخدوا ريحه الشوي والفحم بتاعنا. عملت معاهم شويه سلطه طحينه وسلطه خضراء، وكانت اكله تحفه جدا جدا، سهله وبسيطه، ما وقفتكيش في المطبخ كتير برضو في الحر اللي احنا فيه ده، والاولاد بتحبها واحنا كبار بنحبها، وبتبقى لذيذه وطعمه طعامه وانضف واحلى كتير جدا ما يشتروا اولادنا من بره. جربوا بقى الحواوشي الجامد ده بطريقتي، وهستنى رايكم ايه في الكومنتات اللي بتبسطني جدا، وبفرح بكومنتاتكم وانا بقراها وبتسعدني جدا جدا. واعملوا بالك للفيديو شير مع اصحابكم، ولو مش عاملين سبسكرايب للقناه اعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس على كل عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. ده كان شكل الحواوشي، قسمت لكم منه حته، بصوا الكميه اللي الفراخ فيه مظبوطه مش قليله، حلوه جدا معقوله، وطعمه في حته تانيه، حاجه كده رهيبه بجد بجد. جربوا بقى وهستنى تشجيعكم وكومنتاتكم الحلوه، واتمنى دعمكم للقناه. باي باي.